مستمعين، اهلا بحضراتكم في لقاء جديد والفقره اليوميه المفتوحه نفتحها اليوم على شاشه قناه صحافي. بسعد بلقاء حضراتكم على مدى ساعتين من الان. عندنا اربع موضوعات مهمين هنناقشهم في حلقه النهارده. الموضوع الاول او الفقره الاولى هنتكلم فيها عن الوجه، هو مراه الجسم ومعبر عن عما يدور، عن تجاعيد الزمن وعن تجاعيد او مشاكل اللي ممكن يتعرض لها الوجه، سواء مشاكل متعلقه بتاثيرات الشمس او الزمن او الاتربه والتلوث وما الى ذلك. الفقره الثانيه هتكون معانا هنتكلم فيها عن صحه الكبد. كتير من الناس بيكتشفوا ان هم مرضى بفيروسي بعد فتره من الزمن، بعد مرور عديد من السنوات، من الممكن ان يكون خلالها الفيروس توغل وانتشر في الكبد وممكن ان يحدث مضاعفات. بعض قد يكتشفها بالصدفه، لكن ازاي ممكن نحافظ على صحه الكبد؟ ازاي ممكن نعمل وقايه بشكل او فحص بشكل دوري للوقايه من الفيروسات الكبديه؟ الفقره الثالثه اللي معانا هنتكلم فيها عن الادمان وعلاقه الادمان بالبلطجه. هل الشخص المدمن احيانا بيكون غير مسؤول عن تصرفاته؟ احيانا بنلاقي ناس متهمين بالبلطجه، لما بيجي يقبض عليهم البوليس او الشرطه بيكتشف ان هم بياخدوا جرعات بشكل او باخر من الانواع المخدره اللي بتخليهم في حاله من النشوه، مش غير واعيين لما يفعلون. الفقره الرابعه والاخيره هنتكلم فيها عن مشاكل العمود الفقري اللي بتعد اكثر المشاكل شيوعا او تاني المشاكل شيوعا بعد الاصابات بنزله البرد، هي اصابات الظهر والعمود الفقري. هل بالفعل المصريين بيعاني كثير منهم من امراض العمود الفقري بسبب العادات الخاطئه، العادات السلوكيه وايضا عدم ممارسه الرياضه؟ هنتكلم عن هذه الفقره من خلال الصحه اليوم، لكن خلونا ناخد فاصل ونرجع مع حضراتكم نقدم فقره معانا في الصحه اليوم. اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما قلت في المقدمه، الفقره الاولى هنتكلم فيها عن تجميل الوجه، الوجه اللي هو مرآة للجسم، تاثيرات الزمن، تاثيرات الشمس والملوثات وما الى ذلك، ازاي ممكن نعيد النضاره لهذا الوجه، تاثير الوسائل المتعدده الحديثه سواء البوتوكس او الميزوثيرابي او المواد الملائيه الفيلرز على نضاره الوجه. بسنة أن يكون معنا دكتور منير ويليام، كبير جراحي التجميل. أهلا بحضرتك دكتور منير. أهلا في البداية، يعني الوجه جلد وبشرة وما إلى ذلك، ويمكن أول ما بنبص لشخص بنبص في وجهه، بعد كده بنبص في عينيه. إيه التأثيرات اللي ممكن تحدث لهذا الوجه، اللي بتأثر على نضارة هذا الوجه وممكن بتحدث هنقول شيخوخة مبكرة، تسرب التجاعيد إلى هذا الوجه؟ والحقيقة علشان نتكلم عن علامات الزمن أو ظهور هذه العلامات وهل هي بتظهر في سن مبكر ولا سن متأخر، بنقول إيه اللي بيحصل الأول في الجلد؟ إزاي بتظهر هذه الخطوط؟ بيحصل حاجات غريبة كتيرة جدا. على سبيل المثال، مقدرة الخلايا الدهنية على الانقسام بتقل، وأيضا مقدرة الخلايا العرقية الموجودة في الوجه على الانقسام بتقل. أيضا بيحصل نوع من أنواع تصلب الشرايين بالنسبة للأوردة والشرايين الموجودة وتغذي بالنسبة لجلد الوجه. ايضا بتبص نلاقي النهايات الحسيه المسؤوله عن الحراره او البروده او الضغط او اللمس كلها بيحصل فيها نوع معين من التغير والضمور. كل هذه العلامات مجتمعه تبتدي تدي علامات الزمن، لكن في حاجات بتسرع من ظهور هذه العلامات. على سبيل المثال، تقدم السن، السن ده اول عامل بيأثر على هذا، لكن ما ننساش السيره الذاتيه للمريض. المريض المصاب بامراض زي مثلا مرض الالتهاب الرئوي، مرض الدرن لو اصاب الانسان ده، مرض زي البلهارسيا لو اصاب شخص معين في سن معين، ايضا مرض زي انواع معينه من الاورام لو اصابت الجسم في اي وقت من الاوقات، دي بتسرع من اظهار هذه العلامات. وما ننساش ايضا ان التدخين يسرع من هذا الكلام، ايضا الادمان زي ما سيادتك اتفضلت وقلت في مقدمه الحلقه بيسرع من اظهار هذه العلامات، الاضاءه في الاستوديوهات وانتوا قاعدين، كل هذه حاجات تؤثر على البشره. تمام. وده يخليني سيادتك اميز بين حاجتين. الفرق بين العمر السني اللي مكتوب في شهاده الميلاد، انا سني 20 سنه 50 سنه 70 سنه، ده مكتوب السن في شهاده الميلاد. والعمر الثاني العمر البيولوجي اللي هو درجه انهاك الانسان للسن. على سبيل المثال،
الإنسان المدخن ممكن يكون عمره سن 20 سنة، لكن رئته عمرها سن 50 سنة. تمام. أو الإنسان المصاب بالهرشيا ممكن يكون عمره سن 30 سنة، لكن إصابته بالهرشيا خلت المثانة عمرها السن أكثر من 50 60 سنة. تمام. يبقى دي كلها حاجات بتسرع من إظهار هذه العلامات. العلامات في الوجه بتبقى ليها اتجاهات معينة، قد تكون عند جانبي العين عاملة زي رجل الغراب، أو قد تكون أسفل العين على هيئة تجاعيد، أو تكون كثرات ممتدة من الأنف حتى الفم حتى الذقن، أو تكون على هيئة ظهور لغد، أو ظهور كرمشة بنسميها 111 أو 11 أو أيا تكون، أو علامات بالعرض بالنسبة لمقدمة الجدع. تمام، هي دي بتبقى العلامات اللي بتظهر. تمام. طيب أنت حضرتك اتكلمت عن آثار الأمراض العضوية والعادات السيئة على البشر، لكن خلينا نتكلم في جانب اخر. احيانا الانسان ما يكونش ليه دخل بيه، سواء الشمس، تعرض للشمس. في ناس طبيعه اعمالهم يا دكتور بيتعرضوا لاشعه شمس كتير، تعرض للملوثات المختلفه، العوادم، الاتربه، ما الى ذلك. هل ليها تاثيرات ايضا على البشره وعلى الجلد يا دكتور؟ هو الحقيقه في البدايه كلمه الشمس، ضوء الشمس، الضوء اللي قدامنا بينقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني الضوء المرئي اللي كلنا بنشوفه، اللي بيمتد، اللي هو كله مركبات قوس قزح، اللي هم السبع الوان، من اول طول الموجه بتاع اللون الاحمر، الاطول وطول في طول الموجه، الى اقصر طول الموجه اللي هو اللون البنفسجي. تمام. هذه السبع الوان هي الضوء المرئي، لكن ما ننساش في اشعه فوق البنفسجيه وفي اشعه تحت الحمراء. الضار بالنسبه لجسم الانسان هو الاشعه فوق البنفسجيه، لان الاشعه اللي فوق البنفسجيه ليها طول موجه معين، في اشعه فوق البنفسجيه طول موجه الف، نوع الف ونوع ب ونوع ب. الف وب بيعدوا من الشمس وبيعدوا من جدار الكرة الأرضية ويبتدي يأثر في الإنسان. ألف وب دول هم المشكلة. جيم ما بيعديش، لكن في بعض الحالات اللي فيها ثقب الأذون يعدي. الإشعة البنفسجية جيم ممكن يسبب سرطانات جلد، عشان كده تلاقي هذا المرض أكثر انتشارا في قارة زي أستراليا، لأن قريبة إلى حد ما من ثقب الأذون. لكن الإشعة البنفسجية ألف وب هي المسؤولة عن مشاكل الجلد اللي هنتكلم عنها. فنلاقي مثلا هذه الإشعة ممكن تكون ممتصة على قطرات الماء وعلى قطرات الرمل، فنلاقي نفسك في المصيف حتى لو ما نزلتش البحر اللون بيغمق. ليه؟ لان هذه الاشعه البنفسجيه المحمله على قطرات الندى الماء والمحمله على ذرات الرمل ممكن تيجي تلسع الجلد، تلسع الوجه، تلسع البشره، وتبتدي تعمل تغير في اللون. يعني مش تعرض مباشر للشمس، مش تعرض مباشر بالضبط، عن طريق الاشعه البنفسجيه. تمام. لكن ده يخليني اتكلم عن موضوع اللي هو ايه، الجسم الانسان، ان كافه انواع الجلد البشري في الجنس البشري بنقسمهم طبقا لتعرضهم لحروق الشمس وطبقا لتعرضهم للبقع الى 6 درجات. تمام. الدرجه النوع الاولاني من الجلد بنسميه جلد حساس جدا، وده لو تعرض للشمس باقل تاثير بيتحرق مباشره، ولكن لونه لا يتغير. والمثال لكده ذو الشعر الاحمر. ودرجة 2 من أنواع الجلد اللي هو بنعتبره حساس، اللي لو تعرض للشمس فترة طويلة يبتدي يتحرق، وفي نفس الوقت يبتدي اللون يغمق. ومثال لكده ذو البشرة البيضاء والعيون الزرقاء. درجة 3 يعتبر طبيعي، إذا تعرض للشمس فترة طويلة يبتدي يتحرق، ولو تعرض فترة طويلة يبتدي اللون يتغير. ومثال لكده ذو البشرة البيضاء والعيون العسلية. تمام. مثال 4 اللي هو البشرة القمحية يعتبر طبيعي. درجة 5 اللي هو الدرجة السمراء تعتبر غير حساسة. درجة 6 اللي هي البشرة الزنجية تعتبر غير حساسة. أنا أقول الكلام ده ليه؟ عشان أقول إن إحنا في مصر وفي الشرق الأوسط نتميز بدرجة 3 و 4. الدرجة اللي هي لو تعرضت للشمس تتغير، تغمق، وفي نفس الوقت لو تعرضت فترة طويلة تبتدي تظهر حروق. ومن هنا نبتدي نقول إمتى نستخدم عواذر الشمس أو ما نستخدمهاش، وإمتى نستخدم كريمات تفتيح البشرة أو ما نستخدمهاش. تمام، جميل. واحنا بنتميز كمصريين لان طبعا في اختلاط اجناس كتيره في المصريين، ان في اشكال مختلفه، لكن بيغلب علينا 3 و4. البشره رقم 3 و4 يا دكتور. تمام. البشره بيضاء ذات العيون العسليه والبشره القمحيه. تمام. طيب ده بالنسبه للشمس. هل الملوثات يا دكتور لها تاثيرات؟ الاتربه، التعرض للاتربه والملوثات. يعني انا كمان في موضوع الشمس، كمان الناس اللي ما بتتعرض للشمس كتير يا دكتور او ما بتلبسش نظارات شمسيه دايما بيحصل تجاعيد حوالين العينين من نتيجه التعرض. هل بالفعل التجاعيد دي من تاثيرات الشمس ولا ممكن يكون لها تاثيرات اخرى؟ شوف، هو الشمس، التاثير المباشر للشمس على الجلد 4 حاجات. حاجتين في الحال وحاجتين متاخر. تمام.
الحاجتين الحادتين اللي في الحاله، الحاجه الاولانيه الحروق، حروق واحد اتعرض للشمس فتره طويله جات له حروق شمس وبالذات درجه 91 بالنسبه للجلد. تمام. الحاجه الثانيه الحاده بالنسبه للتعرض لجعيد الشمس البقع. البقع بتكون زي ما اتفقنا من خلال الاشعه الفوق بنفسجيه الموجوده في حزمه الضوء الكهرومغناطيسيه اللي هي حزمه الضوء الموجوده. يبقى احنا قلنا بتظهر ان اول حاجه اللي هي البقع، ثاني حاجه بتظهر بالنسبه لنا الحروق. لكن في اثرين تانيين بعد كده، هما الاثرين التانيين اللي موجودين اللي هما يعتبروا اثرين مزمنين. الاثر الاولاني اللي هو فيه تحصل بعض الاورام، يعني نبص نلاقي الانسان اللي موجود معانا تحصل فيه نوع معين من انواع الاورام، زي ما احنا لسه دلوقتي قلنا ان الاشعه البنفسجيه النوع جيم لو تعرضت من خلال ثقب الاذون ممكن تعمل اورام سرطانيه بالنسبه للجلد. والحاجه الرابعه اللي هي تجاعيد الوجه اللي زي ما سيادتك بتتكلم فيها، ايضا دي من الاثار الغير مباشره للاشعه الشمس. طب هناخد تليفون يا دكتور. الو. وعليكم السلام، اهلا بيك. اتفضل. كيف الحال يا دكتور؟ الحمد لله. حضرتك بتتكلم يا دكتور؟ انا اكلمك من السعوديه. اهلا بيك. جاني الله يسلمك، انا جاني يا دكتور مرض روماتويد وسوالي تشوهات في الكفين. جيت رجعت انا اخصائيين العظام عندنا في السعوديه هنا قالوا احنا ما بنعمل لك العمليه هذه، اللي بيعملها اخصائي التجميل. فما ادري هل فعلا هو اخصائي التجميل هو اللي بيعمل لي التشوهات هذه اللي في اليد ولا لا يا دكتور؟ هو الاول احنا محتاجين ننظر الحاله، لان تشوهات، كلمه شوهات دي كلمه ممتده مفتوحه. انما معظم الحالات جراح التجميل يقدر يتعامل بيها سواء كان بمفرده او بالتعاون مع دكتور العظام. لكن محتاج الحاله ننظرها علشان نقدر نتعامل، نحدد مين اللي ممكن يعملها. على اساس نوع التشوهات. هو روماتويد وتاثيراته. هو الاصابع يا دكتور، واحده صارت بالمره مستقيمه وسنتين صارت معطوفه للداخل. تمام. لا الاصابع دي هو مرض روماتويد يا دكتور بيحدث تشوهات في الاصابع في الاطراف. في جميع العظام الصغيره. اه العظيمات الصغيره بتكون في اليدين وفي القدمين. تمام. ودي الى حد كبير جدا جراح التجميل هو اللي بيشتغل فيه. تمام. مش مع جراح العظام. لا في الحالات دي اذا كان يقصد هو قال كتفين. فلما قال الكتفين انا دخلت العظام، لكن لما قال اليدين قلت التجميل. تمام. هرجع تاني، حضرتك قلت التاثيرات على المدى البعيد اللي هي التجاعيد اللي حاجتين، الاورام السرطانيه. تمام. على المدى البعيد والتجاعيد. تمام. طيب العوادم، احنا بنعيش في جو مليء بالملوثات يا دكتور، سواء عادم سيارات، ادخنة، يعني الاتربة، ما الى ذلك. يعني يمكن في مصر كمية الاتربة لا مثيل لها في اي دولة في العالم يا دكتور. احنا بنمشي بس نطلع من البيت نعمل منديل كده نلاقي المنديل اسود يعني من التراب. يعني هل الاتربة والملوثات دي برضو ليها يا دكتور تأثيرات على البشر؟ ما من شك ان مشكلة الاتربة والملوثات الموجودة في مادة الرصاص بالنسبة لنا احنا في الجلد. تمام. مادة الرصاص دي لما تلامس الجلد بتعمل فقدان للإحساس بدرجات متفاوتة. يعني ممكن تلاقي الإنسان بيبتدي يدخل في درجات، وهذا الفقدان بيكون بأقوى في تأثيره من حتى الأثر اللي بيعمله مرض السكر. مرض السكر ممكن يؤدي إلى التقليل من الإحساس أو فقدان الإحساس في بعض الحالات لما تكون الحالة مرت عليها فترة زمنية طويلة في الأطراف. لكن أيضا الرصاص اللي موجود في الأتربة اللي في الجو ممكن تؤثر بالأطراف. ناهيك عن هذه الأتربة إذا تم استنشاقها داخل الرئتين ومشاكل الربو ومشاكل حساسية في الصدر وهكذا. يعني كل جسم من جسم الإنسان بيعاني من هذه الملوثات. تمام. عددنا التأثيرات والأسباب المختلفة لظهور مشاكل أو آثار على البشرة. ندخل في مرحلة العلاج يا دكتور، مرحلة العلاج ونبتديها من إيه؟ يعني معالجة آثار الزمن نبتديها مثلا بالتجاعيد. وانا الحقيقه احب الوقايه في البدايه. الوقايه خط الوقايه ده ممكن يكون من خلال كل الحاجات اللي سيادتك قلت عليها، نبعد عنها. نبعد عن الاضاءه الشديده، نبعد عن استخدام عوازل الشمس العنيفه والتركيزات العاليه. نبتدي نهتم بغذائنا، غذائنا اللي فيه الخضروات الطازجه المسؤوله عن تكوين الجلد والفواكه. الخضروات الطازجه كل ما كانت الخضروات فيها فيتامين ا، كل ما كانت الخضروات اكثر احمرارا واكثر اصفرارا واكثر اضرارا، كل ما كانت نسبه البيتا كاروتين المسؤول عن تكوين فيتامين ا اعلى، كل ما ده دخل في تكوين الجلد. تمام. فيتامين ا ده الاسمنت بتاع الجلد، ده المكون الاساسي للجلد. وطبعا السلطه الطازه اللي ممكن تديه الام لبنتها لابنها في الوقت ده حاجه ليها تاثير قوي جدا على عدم ظهور هذه العلامات. دي نقطه. الحاجه الثانيه الفاكهه الطازجه زي ما سيادتك اكرمت وقلت اللي فيها فيتامين ا المسؤول عن الاوعيه الدمويه اللي بتغذي البشره. يبقى في البداية الطريق الوقائي في الغذاء، في البعد عن الملوثات، في عدم استخدام الأغذية، في الاعتدال في التعامل بالمياه بالنسبة للبشرة، ده يكون الطريق الوقائي بالنسبة لنا. تمام يا دكتور. هناخد تليفون بعد إذن حضرتك. ألو. ألو.
الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. اتفضل. سمعت كلمة الدكتور؟ اتفضل مع حضرتك. يا دكتور، في تعب، يعني في جفاف في الجلد حوالين العين. فعامل لي مشاكل في العينين، في العيون نفسها. فمش عارف يعني هل في ممكن مثلا سن حضرتك يعني تبين إن سبب الجفاف او علاج ليه؟ عمر حضرتك قد ايه؟ 28 سنة. استعمال المية كم مرة في اليوم؟ 3 مرات ولا 10 مرات؟ اللي ايه؟ تستعمل المية كتير ولا لا طبيعي عادي. يعني استعمال طبيعي. استعمال طبيعي عادي يعني. بس هو مشكلة جفاف في العين وجفاف الجلد حوالين العين. طيب شكرا للدكتور حضرتك. يعني المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها في عوامل كثيرة بتساعد على ظهورها. العامل الأول عامل وراثي يتعلق بالغمقان والجفاف اللي موجود تحت العين. العامل الثاني وانا كنت اضطريت ان احنا نساله فيه، اللي هو ان احنا بنكسر من غسيل وجهنا دون ان نجفف الوجه. ده بيؤدي الى ان البشره، احنا بيتهيأ لنا ان احنا لما نغسل وشنا الوش هيبقى دهني، لا ده دي بتزيد من جفاف البشره. وانا شفت حالات كتير جدا وكلنا نعلم هذا الكلام، ان كثره استخدام المياه بكميات كبيره تؤدي الى تكوين ما يسمى باكزيما الجفاف الجلدي، يقطع خاصه مياه الصابون. حتى لو قلنا ميه بس، حتى لو قلنا ميه بس، يعني اقصد ان الجلد يبقى ويت، يبقى رطب. سواء كان هذا الجلد رطب عن طريق ان انا بليته بميه او بليته بميه صابون او استخدمت حمامات كثيره، فده يؤدي الى نفس الغرض، ان الجلد ابتدى يبقى رطب دون ان يتم تجفيفه، تؤدي الى هذه المشكله الرهيبه دي. ممكن تقطع، تعمل تقطيعات تحت العين وتبقى ليها يعني يبقى مش قادر يفكر خلاص، يعني مش قادر يشوف، وتؤدي بالنسبه له مشكله كبيره جدا. طبعا هو خط العلاج موجود، هنشوفه وهيتابع عن طريق الدكتور. لكن اهم نصيحه نقولها له اللي هو الاعتدال في استخدام المياه. المنطقه دي مش مفروض انها تتبل في اليوم اكتر من 2 لـ3 مرات. ويستخدم نوع معين من الصابون، الصابونات المعتدله اللي هي البي اتش بتاعتها 7 القاعديه، اللي هي لا هي قاعديه ولا حمضيه، ويعتدل في مرات الغسيل، وكريم معين مرطب اسفل العين. ممكن الحاله دي تعدي على خير وتبقى حاجه، لكن اهم من العلاج هو ان ازاي امنع انها تظهر ثاني، اللي هو الاعتدال في استخدام المياه. دي نقطة هامة. وممكن احاول اعرف السبب الاساسي اللي خلى هذا الموضوع من خلال التشخيص. لما حضرتك بتنظر الحالة تعرف السبب الاساسي، فانا لما اعالج السبب الاساسي ممكن يعود مع استخدام اللي حضرتك قلته. بالظبط. هي بتبقى حالة بسيطة، لكن يعني الاهم من العلاج ان احنا نمنع تكرار هذه الحالة. تمام. دكتور منير، حضرتك بقول لا يعني، وانا بسأل حضرتك على العلاج، قلت لي لا انا نتكلم عن الوقاية الاول، واتكلمت عن الخضروات والفواكه المفيده، لكن ايه الضر، ايه العادات السيئه او العادات الضاره في الغذائيه اللي بتؤثر على البشره والجلد بشكل عام، يعني برضو عشان الناس تبتعد عنها. هو اكثر حاجه الحقيقه احنا بنتضايق منها الفاست فود اللي موجوده دي، اللي فيها الدهون المحروقه دي، بتاثر تاثير باشر جدا على كل الجسم بما فيه البشره. تنساش ان البشره ده اكبر عضو في جسم الانسان. تمام. ده وزنه حوالي من 4-6 كيلو جرام، سمكه من 2-4 ملي جرام، مساحه الجلد حوالي 1.8 × 2 متر مربع، يعني ده اكبر عضو في جسم الانسان، وهو مرآه جسم الانسان. يعني ان احنا نقدر نشخص كافه الامراض، معظم الامراض ان لم يكن كلها، من خلال نظرتنا للجلد وخبرتنا في معاملتنا مع بشره جلد الانسان. تمام. يبقى يعني احنا يعني هذا شيء من الاشياء المهمه جدا ان احنا نناظر هذه البشره. تمام. معانا تليفون. الو. الو، مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي. لو سمحت ممكن احكي مع الدكتور؟ اتفضلي. حضرتك بتتكلمي مين؟ انا بتكلم من تونس. اتفضلي حضرتك، اهلا بيك. انا عندي 30 سنة وبشرة وجهي ترهلات وتجاعيد حول العينين والفم، يعني مش عارفه اعمل ايه، اعمل نفخ او اعمل ايه. انت حضرتك مخلفه، عندك اولاد قد ايه؟ عندي طفل واحد. طفل واحد. ايوه. هي دخلتنا في العلاج بقى، هي بتقول انا اعمل اسفل ولا اعمل حاله. احنا كنا بدينا المرحله دي بقى. تمام. بشكرك شكرا جزيلا. طيب في حاجه ثانيه؟ لو سمحت. لا مفيش. طيب اسمعينا من خلال التلفزيون، بشكرك على اتصالك، شكرا جزيلا. دكتور، المرحلة بقى اللي احنا كنا هنتكلم فيها مرحلة العلاج، هنبتدي بيها. يعني هي حالتها عندها تجاعيد في المنطقة، يعني عندها 30 سنة صغيرة، يعني الحالة دي نتعامل معاها ازاي؟ شوف سيادتك، خطوط العلاج بتتخطط كالآتي. أول حاجة في خط العلاج، العلاج عن طريق التقشير الكيميائي. والحقيقة إذا كانت الخطوط وعلامات الزمن سطحية،
التأثير الكيميائي أو البيلينج بيدي نسبة معينة. لكن علشان المشاهد يبقى على علم باللي يتقال كده، إن البيلينج أو التأثير الكيميائي ما بيعالجش فجأة الوجه أكتر من 5 إلى 10%. وهذا الكلام موجود. وبعدين لما نيجي نعمل تأثير كيميائي في أنواع كثيرة للتأثير الكيميائي، في حاجة اسمها TCA اللي هو ثلاثي كلوريد حمض الخليج، وفي حاجة اسمها جلايكوليك أسيد، في حاجات كتيرة قوي. لكن على حسب خبرة الطبيب وعلى حسب التركيز نقدر نجيب النتيجة. فده الخط الأول. الخطوط اللي بتبقى موجودة فين؟ طيب هاخد التليفون ونرجع نكمل الخط الثاني والخطوط دي تحديدا فين؟ ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت استاذ دكتور سؤال. اتفضل يا فندم. تجاعيد في الجبهة، أنا عندي من العمر 47 سنة، عندي تجاعيد عبارة عن خطوط طولية في الجبهة، والمنطقة اللي بين الحاجبين مخصبة جدا كأن ما فيش فيها دهون نتيجة تكشيرة أو شيء من هذا، فدي علاجها إيه مثلا؟ طيب، أي ثانية؟ لا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه في البداية، الخطوط اللي في الجبهة بالعرض والمنطقة ديات اللي هي بيحدث فيها آثار للزمن وعمل الزمن، هو سنه 47 سنة، لكن في بعض الناس يا دكتور بتبقى شوية مكشرة، يعني عندها يعني حالة من اللي دايما بيقول لك أنت عائد ليه قرطك؟ عامل ليه 111؟ فبتسرع من هذه التجاعيد وبتظهرها بشكل مبكر جدا. الانسان لما بيكشر بيشغل 22 عضله. 22 عضله. الانسان لما يضحك يشغل 4 عضلات. هناك فرق كبير جدا بين الاثنين. هندخل في الخط الثاني للعلاج علشان تبقى الكلام واضح، اللي هو استخدام الليزر. في انواع معينه من الليزر بتقدر تتعامل مع البشره وتشد الوش وكلام زي كده، اشهرها حاجات معروفه زي الاربيوم. انا مش بقول اسامي حاجه، لكن ده اسم كبير، مش اسم شركه، اسم الماده اللي بتستخدم. نوع معين من انواع الليزر زي الاربيوم، نوع معين من الليزر زي الوميض الضوئي وهكذا. برضه لازلت بقول ان الليزر بيلعب في نسبه محدوده زيه زي البيلينج، ان لم يكن احسن بعض الشيء، وده بنلجا له في الحاجات البسيطه المبدئيه. انا بس عايز اقول كل حاجه عشان الناس تبقى عارفه كل حاجه. الخط الثالث للعلاج اللي هو عن طريق الحقن. والحقن ده حاجه من حاجتين، يا حقن مواد خارج الجسم خارجيه، يا حقن مواد من داخل الجسم. الخارج الجسم اول حاجه زي ما سيادتك قلت في اول الحلقه، نوع معين من انواع السموم اللي هو مشهور تحت اسم البوتوكس، بيتحقن في مقدمه الجبهه زي ما الاخ ده بيتكلم بالظبط. دي هذا الحقن بيكون عن طريق سم معين من انواع معينه من البكتيريا، بيتاخد ويتعامل عن طريق الهندسه الوراثيه. هذه الماده اذا حقنت في هذه الخطوط بتعمل شلل في العضلات اللي بتعمل العلامات العرضيه. تمام. بس عيب البوتوكس حاجه واحده، انه حاجه من حاجتين، يا اما النسبه اقل من الطبيعي ملوش تاثير، يا اكتر من الطبيعي ممكن يعمل شلل في عضلات العين والعين تقفل. وده عيب من العيوب، وتفتح بعد 3-4 شهور. الحاجه الثانيه، العيب الثاني، انه ممكن في من حوالي 2-3 سنين كده كان في نجمه مشهوره، فنانه مشهوره، راحت تعمل هذه العمليه فحصل لها شلل، فراحت تشتكي للطبيب. يا دكتور يعني لو كلنا كنا تابعناها على طريق الجرايد يعني. فهنكمل بس هناخد اتصال تليفوني. الو الو أفل. مش عارف حضرتك تابعت الموضوع ده ولا لا؟ هو القضيه بتتداول بالمحكمه في خلال 3 شهور، هيكون التاثير راح. هو راحت فعلا يعني، فتبقى الموضوع انتهى يعني. لا ما انا بقول لسيادتك ده العيب الاولاني، ان ممكن لو الطبيب مش واخد باله. طب ازاي بتتحدد الجرعه يا دكتور؟ لا هي دي خبره الطبيب. الحاجه الثانيه، العيب الثاني، ان هي مكلفه وبتاخد فتره زمنيه دقيقه قليله يعني 3 شهور ويبقى تاثيرها راح، 6 اشهر حد اكثر تاثيرها راح، يبقى ما عملناش حاجه. مكلفه. واخد بال سيادتك؟ الطريق الثاني بالحقن ما يسمى بالفيلرز. والفيلرز دي عباره عن مواد، حاجه من حاجتين، يا حمض بنسميه هياليورونيك اسيد، يا مجموعه من السكريات بنسميها بوليساكاريد. كلاهما بنحقنه، ليه وزن جزيئي معين، بيدخل في علامات الزمن. يبتدي يصلح حسب الوزن الجزيئي، ممكن يقعد فتره زمنيه من 6 شهور لغايه 15 شهر لغايه 18 شهر. وبرده لازلت بتكلم، طالما ان المريض مرتبط بالطبيب بحقن معينه كل سنه هياخدها، انا بعتبر ان ده نوع من العلاج الضعيف. عشان كده لما جت ثوره واتعمل حاجه اسمها حقن دهون، ابتدينا ناخد الدهون من البطن او من الجناب او من اي حته في جسم الانسان. بتتاخد ازاي؟ عمليه شفط دهون عاديه. وبعدين يركز هذه الدهون وتعامل معامله خاصه ويعيد حقنها في الوجه، دي تقدر تعيش معاك طول العمر. وممكن الانسان ما يعملش حقن دهون الا مره او مرتين طول عمره. يكفي انها من الجسم للجسم، يكفي انها بتبقى ما فيش عوامل للرفض على الاطلاق. وبعدين لو انا اقول ان في انسان قدامي عمره 30 سنه، المفروض الطبيب يحقن دهون تعوض الدهون اللي اتحرقت في 30 سنه، فالمفروض تعيش 30 سنه لو معموله ويل دان. فيبقى هذه الطريقه يا دكتور في فتره يعني هي لابد ان تمتص خلال اسبوعين.
لكن تمتص بحيث ان الجلد يبقى طبيعي كانك ما عملتش عمليه. لكن تفضل عايشه للفتره الزمنيه اللي انت حقنتها. يعني هو بيركز على سن دي يعيش ال 30 سنه اللي هي امتصتها الدهون. انت بتركز على انك تدي ناحيه جماليه تراجع صوره المريض اللي هو كان عايزها. يعني احنا دايما نقول للمريض ايه؟ راجل او ست نقول له ادينا الصوره بتاعتك اللي انت بتحبها. انت كان عندك 15 سنه 20 سنه ليك صوره او ليكي صوره تجيب الصوره بتاعته تجيب صورته وانت تساعد هذا الانسان انك تحقنه انك توصله لهذه الصوره. يبقى اذا انت قدرت تعمل في طريقه ثانيه يا دكتور برضه. في بعض الناس في الكمبيوتر والكلام ده بيعمل بيسيح الوش كده يعني الحقيقه انا سعيد انك بتقول هذا الكلام. ليه؟ لان كنا الاول من 10 15 سنه نعمل الصوره على الكمبيوتر ونقول المريض ادي الصوره قبل وادي الصوره بعد والمريض كان يبقى فرحان. لكن يجي لك بعد العمليه بشهر شهرين يقول لك انا مش انا. مش هي دي الشخصيه بتاعتي. فابتدينا نمتنع تماما عن موضوع ان انا احط على الكمبيوتر واطلع واعمل. انا ابتديت ارجع للمريض اقول له انت بتحب شكلك في انهي وضع؟ اديني الصوره اللي انت حبيتها عشان اساعدك ترجع لها. تمام. اللي هي بتاعته عشان ما يجيش بعد سنه شهرين ثلاثه يقول انا مش انا. هنا دي تبقى مشكله كبيره جدا اللي ممكن تحصل بعض النواحي واللخبطه النفسيه وتحتاج لطبيب. يعني ممكن يصغر يا دكتور في السن ولا يعني تحرك يعني تدير للناس امل ان انا بدي يجيب لحضرتك صوره صغيره مثلا في سن صغير يقول لك انا عايز ارجع للصوره دي. هل بيصغر في السن ولا يعني هناك نوع من التطابق والعقل يعني هو بيجيب لك كذا صوره وانت حسب امكانياتك تقول انا اقدر احسن لغايه ما اوصلك للصوره دي. اذا اتفقنا اشتغلنا ما اتفقناش ما نشتغلش. تمام. تشتغل ليه؟ ما فيش مشكله اذا ما كنتش هفيدك ما ضركش. العقد بشريات متعاقدين يعني ده الطريق الثاني من العلاج. احنا قلنا الطريق الاولاني التقشير، الطريق الثاني الليزر، الطريق الثالث الحقن. وقلنا في حقن طبيعي وحقن صناعي. الطريق الرابع اللي احنا ما نهملوش اللي هو الجراحه، جراحه التجميل. احنا بنقسم الوجه. خليني بس قبل ما نخش في الجراحه حضرتك قلت الحقن سواء البوتوكس او الفيلرز او الدهون، هل دي بتصلح بكل الاحوال؟ يعني هل منطقه الجبهه وبين الحاجبين يصلح فيها ثلاث حاجات سواء الفيلرز او الدهون او البوتوكس؟ هذا الكلام تمام. يعني البوتوكس عباره عن من اول زاويه العين لزاويه العين، كل هذه المنطقه فقط يصلح فيها البوتوكس. لا يصلح لهنا، لا يصلح للخدين، لا يصلح للرقبه، دي حاجه. بالنسبه للفيلرز كل ما انت شايف نفق او خط هدخل بفيلر، يعني عندي الحته دي اديها فيلر، عندي علامه هنا اديها فيلر. هو ده الفيلر. تمام. انما الدهون في كل حاجه. الدهون تصلح لكل حاجه، للجبهه، للجنيف، للخدود، للرقبه. طب جميل. حلو. يبقى لا توجد نسبه للمقارنه. تمام. بين حقن الدهون وبين استخدام الفيلرز او استخدام البوتوكس او الحاجات دي كلها. تمام. ليس هناك مجال انك انت تجيب حاجه طبيعيه من جسم الانسان. تمام. حاجه خارجيه لخارج جسم الانسان. الجراحه سريعا لان وقتنا خلص يا دكتور منير. بنقسم وجه الانسان الى ثلاث اتلت، الثلث الاولاني مقدمه الراس والجسم العلوي، الثلث الثاني عباره عن الجسم السفلي والخد والشفه العليا، الثلث الثالث عباره عن الزخم والرقبه. ممكن جراحه التجميل يعمل حقن شد الوجه، ممكن يكون عن طريق الثلثين مع بعض او كل جراحات الوجه. وممكن يكون في وقت من الاوقات ان انا اعمل حقن دهون وشد وجه في حتت من الحتت. الحقيقه هي الحكايه محتاجه مناظره وانا شايف ان وقتنا قرب يخلص. لكن ممكن الجراحات تتاخد بالتفصيل في حلقه ان شاء الله يكون لنا لقاء قادم ونتناول فيها جراحات تجميل الوجه بشكل تفصيلي. في نهايه المشاهدين بنشكر الدكتور منير ويليام كبير جراح التجميل. شكرا دكتور شرفتنا. أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل، لنا لقاء مع دكتور محمد منيسي أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، هنتكلم عن أمراض وفيروسات الكبدية. انتظرونا بعد الفاصل.